بي سي اي وصوت بيروت انترناشونال اس بي اي مساء الخير لم تعد رائحه العفن تخفى ولا بات طعم الذل يحتمل ولا عاد اي امل من هذه الطبقه الحاكمه يرتجى نحن نعلم جيدا اننا مهما قلنا لن تبالوا تتصرفون وكاننا نعيش في الجنائن بينما نحن نحترق في كل لحظه وفي كل شيء اذا بعد كل هالازمات لسنا امام ساسه فاشلين ودولة فاشلة كيف يكون الفشل؟ شهادات الفشل تأتيكم مرة بلسان النصيحة ومرات بطعم التحذير ولكن للأسف من شب على شيء شب عليه هل تذكرون يوم طلبتم الناس بعدم تخزين الدواء؟ شو صار؟ قطع الدواء هل تذكرون يوم طلبتم بعدم تخزين المواد الغذائية؟ صحيح من قطعت بس وين صار سعرها؟ اليوم تطالبون الناس بعدم تخزين البنزين أو المزود هل تريدونهم ان يصدقوا كم مره ذكرتم ان عقد التوليفه الحكوميه الى حلحله وتحدثتم عن ايجابيات يبنى عليها وحددتم مهلا لانجاز اعجوبه التاليف والنتيجه ان حده البيانات ترتفع وتتشعب كلما مر الوقت قال لكم حاكم مصر في لبنان ان نهايه ايار تعني نهايه الدعم لعبتم على الوقت وما زلتم حتى جزمها الامين العام لحزب الله ترشيد الدعم لن يحصل، يعني عمليا وبالقوه عمليه تسهيل الودايع ماشيه والمودع ممنوع ياخد وديعته. اعترضتوا على اقفال الطرق لانها بتقطع ارزاق الناس، ولكن قطع الاوتوستراد بسبب العجقه على محطات البنزين هيدا مش مشكل. كربجة البلد ما بتقطع ارزاق، انقطاع الدواء ما بيموت ناس، وفرق اسعار المستلزمات الطبيه ما بيجلط المريض واهله. المعاش يلي صار اسمه منه فيه ما قطع لقمة عيش الناس يعني إذا الناس قطعت طرقات على الناس بتكون عم تعتدي ومجرمة بس إذا سياساتكن قطعت رقاب الناس بتكون حلال المسؤول يلي مفكر إنه وزيرين إذا كانوا هون ولا هونيك ولا هونيك بيحفظوا توازنات وبيحموا صلاحيات وبيحافظوا على كرامة طوايف أو حتى بيأمنوا المساواة نحن له هودي كلن ما بيعملوا بلد إذا الشعب هاجر أو مات. لما منشوف كل هالسرد بصير من حقنا نسأل إذا كان التعميم يلي صدر عن مصرف لبنان هو تنفيسي للمودع أو رشوة انتخابية من كيسو. وحتى قانون الكابيتال كونترول يلي عم يتحضر رح يسمحوله يمرق بشكل يريح المواطن أو رح ينصبوله فخ من خلاله تاريخ السلطة بالبلد ما بيبشر بالخير. ولكن لن نعدم الأمل ضيوف حلقة الليلة أمين الصندوق في جمعية المصارف الدكتور تنال صباح من مسيك سلام. <applause> ايضا الناشط السياسي والخبير المالي زهر عيدو من مسيك مصورة. وبعرف انه اليوم بالذكرى ال14 لاغتيال الوالد الشهيد الرئيس يعني وليد عيدو وخي الكبير وخيك الكبير كمان منعزيك مره اخرى ومنعزي اللبنانيين كلك بسبب كثرة الأسئلة المتعلقة بتعميم المركزي والكابيتال كنترول رح منأجل الحديث بهالحلقة عن مشكلة التصدير إلى المملكة العربية السعودية ولكن على أمل أنه نفتح هذا الموضوع مع مسألة سكانرز والموانئ والأمور هيدي بحلقة تانية دكتور تعميم اسمه 158 شو يعني؟ بعد مقدمتك ما في يفوت بالتعميم قبل ما أثني على اللي قلته وتذكر بيت الشعر بيقول إذا كان رب البيت فالطبل ضارب فمشيمة أهل البيت إلا الرقص فالرقص يعني السياسيين اللي أجبروا مصر لبنان أن يصرف على الدعم حوالي 7 8 مليار دولار بآخر سنة هودي ذهبوا السودان من أموال المودعين يلي وصلنا إلى اللي بسموه صف الدل هلأ طيب هودي هالدعم اللي كان المفروض يروح للطبقه الفقيره لمين راح؟ راح للمهربين برا وبحرا ومطارا وغيره سياسيين اجبروا مصرف لبنان؟ لكن مصرف لبنان برع من نفسه او ما بعرف العلاقه بيناتهم طلب ولكن مصرف لبنان مش شغلته يتدخل ب دعم المواد الأساسية لو لم يطلب منه ما عندي أي تفاصيل ووصل لنتيجة أنه كانت طبخة بحث مثل ما بيقولوا وهلا عم يجرب يوقف بس هذه أموال راحت سورة كبت بالبحر لم تصل إلى الطبقة المحرومة لا بل ذهبت للتهريب والتخزين والسوق السوداء والمضحك المبكي أنه هلأ مبارح بلشنا نروح نكشف على شركات المستلزمات الطبية وغيره لنكتشف كيف زعبروا مصرف لبنان قام بدوره بطريقة إذا بتحب قول كيف كيف بيصير الدعم بسرعة بيتقدم المستورد بطلب لمصرف لبنان بيوافق له مصرف لبنان بيجي المستورد على المصرف بيحول الأموال ولكن مصرف لبنان ما رفع شي لحد هلا بس توصل البضاعة ويجيب المستندات الجمركيه التي برهنت انها دخلت الاراضي اللبنانيه مصرف لبنان ببلش يدرس الملف ويتاكد منه ويدفع بس وين الكنترول اللي انعمل بعد ما تدخل هالباعة على الاراضي مسؤوليه مين الكنترول؟ الدوله بوزاراتها المتعدده اوكي هلا فاقوا يتاكدوا اذا هالاشياء اللي فاتت اذا مواد غذائيه او طبيه او ادويه اذا فعلا توزعت أو تهربت أو خزنت يعني انصرف 7 مليار دولار بدون ما ينعمل لهم خطة كنترول كيف يتوزعوا طيب هذا المؤسف قبل الـ قبل ال 158 إذا كان مصرف لبنان عارف إنه السبعة 7 مليار دولار عم بيشلحوا إياها وهي هي من حق الناس ليش ما عمل 158 من سنة ونص؟ هذا سؤال بدك تسأله لمصرف لبنان طيب يعني نحن المصارف لا تصدر التعاميم تخضع للتعاميم وتنفذها وتبحثها قبل إصدارها طيب. مع مصرف لبنان وقد تعترض عليها مثل ما جمعية المصارف <applause> اعترضت على تعترض مستحية لا هو مثل ما قلت لزوم ما لا يلزم يعني أصدرت كتاب شديد اللهجة وبعد ساعتين اعتذرت يعني أول يقول يصدر كتاب يظل واقف فيه أو الاعتذار يعني أشد ظلام مش قد المصرف مش قد الحاكم انتو مش قصة قد الحاكم انا انا آه يعني الكتاب اصدر بشكل متسرع ولغته كانت غير دقيقة ولم يكن هناك اجماع على طريقة آه آه صياغته آه وصار اعتذار مع انه صدر قبل قبل ما يطلع التعميم وكانه فعل استباقي صدر قبل بنهار او بنفس قبل ما يصدر التعميم اكيد بدي اعرف منك نعم بدنا نفوت على صلب الموضوع ال 158 لو تاخرنا على استاذ زهر شوي شو ال 158 158 هو التالي يحق لكل مودع كان لديه حساب بالدولار قبل الانتفاضه الشعبيه العزيزه علينا كلنا ان يستفيد من هذا التعميم كيف بيستفيد اولا يحق له ان يسحب 400 دولار نقدا و400 دولار باللبناني بحسب سوق المنصه نعم يلي هو فعلا السوق سوق سعر السوق الحره مه. هذا السوق السوداء اخر أربعة ايام طلع 4000 ليره مضاربات هيدي لانه المنصه مفتوحه لكل مواطن يروح يشتري على 12000 المواطن العادي بحق له يشتري طبعا كل بحق له يروح على البنك ويشتري اكيد ب 12000 المنصه واخر اسبوعين صرف 30 م... مليون دولار دكتور يعني... نعم انا مسؤول عن كلامي تفضل انت مسؤول عن هالكلام كل مواطن بحق له يفوت على البنك ويشتري دولار اذا عفوا بدك تقدم مستندات بده يكون عندك سبب اذا بدك تشتري دولار لتخزنه بالبيت اكيد م. لا بدك تشتري دولار لتبعته لبرا اكيد لا اذا بدك دولار لتسافر لتبعت لابنك لبرا لاسباب طبيه لتشتري مواد صحيح بلبنان مستورده يدفع سعرها بالدولار اكيد بحق لك يعني أنا شركات تجاريه إلى حق اوكي يعني انا تشتري كمو... 12 الف. كمواطن اذا بدي اغير دولي سيارتي بدي ادفع بالدولار نعم شو بعمل؟ بتجيب فاتوره بالدولار وبتقدمها نحن المصارف نتقدم يوم الاثنين والثلاثه بالطلب لمصرف لبنان بيجاوبنا باخر الاسبوع مه. ولكن من خبره اسبوعين لحد هلا ما رفض ولا طلب ولا طلب اوكي وكان الت... هلا يعني بمصرف لبنان بيدرسوا الملف اذا شافوا واحد عم أمي... يتقدم بكل اسبوع كل اسبوع بطلب ما غير مبرر مه. اكيد بيروف... بيرفضوا له اياه طيب استاذ زاهر فاذا الكلام عن انه التعميم 158 هو رشوه انتخابيه من مال الناس كلام مبالغ فيه ما انا ما حفوت بقصه رشوه انتخابيه ولا لا بس التعميم في ظلم كثير كبير للناس ليش واولا التعميم يعني الدكتور قال وقت جاب سيره الثوره و17 تشرين وقال اللي كلها بتعز علينا بس التعميم حاطط التواريخ تبعيد 17 تشرين كانه نحن قبل 17 تشرين كنا عايشين احلى عيشه يعني عرفت بالنسبه لالون نحنا اضطرينا نعمل هالتعاميم او اضطرينا نفوت بكل هالفوتات الغلط والطريقه سحب المصريات المودعين لانه صارت مشكله 17 تشرين نحن قبل لانه كنا اقتصادنا بجنن والعالم قادرين تسحب اللي بدها إياه والحاكم كان معيشنا احلى عيشه يعني هيدي من اكبر القصص اللي عيب تنحكى بتعميم لا مصرف لبنان او حتى بالكابيتال كنترول مركزين عنه على 17 تشرين على اساس قبل 17 تشرين كانت لبنان عايش باللوج يعني هاي اول غلطه تاني ثاني شغله يعني انا مثلا في شغله بهذا التعميم وقتها نقول بس للي معه الدكتور هلا ذكر اللي معه دولار قبل 17 تشرين هذا طب الشعب اللي حاطط كل مصرياته كان بالليره اللبنانيه وقت الحاكم راح صار له كذا سنه بقول لنا الليره بألف خير وكل العالم خافت وحولت مصرياتها على لبنان وصاروا يعطوا فوائد على اللبناني يعني انا زلمه مصرفي شاغل بمصرف لبنان سبع سنين بهيئه التحقيق الخاصه وشاغل بالبنوكي الكوميرشال وغير البنوك اللي برا نعم. يعني لقت الطرفين اذا بدك آه اللي حاطت كل مصيرته باللبناني هلا شو صاروا شو بيعملوا له مصرياته شو بيعملوا له راحت ف... راحت قيمتهم الشرائيه زباله اللي معه بس دولار قبل 17 20 له حق ياخذ هال400 دولار ال 400 الثاني جابرينه ياخذ نصها على السعر فيه والنص الثاني حنحط لك اياهم بكارت نعم طيب سوري بهالكلمه اللي ما بيعرف يستعمل الكروتي شو بيعمل فيهم؟ بعدين ليه بدك تجبرني انا اخذ من عندك كارت وانت لنفوت بصلب الموضوع فرد مره، التعميم هذا كرمال شو ماريو؟ عندك 800 الف حساب ما هذه حسابيا مش عم نزت ارقام نحن 800 الف حساب 20 الف دولار 15 الف دولار وما دون بس تمشي بهذا التعميم شو حيصير؟ كله رح يسحب من اول سنه سنه وكم شهر هدول الحسابات اللي حكينا عنهم خلصوا طيب حقهم ماشي استفاد منهم هيدا هيدا الـ 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 المارجن بالذات 800 ألف حساب هن 70% من الحسابات بالمصارف كلياتها بس عم بسكر حساب هلا البنك حدا عم يقدر يفتح حساب جديد شو دكتور حدا آه، عفوا انا بدي معليه بالمونه تفضل تفضل استاذ حضرتك مدير الحلقه بس لو بتسمح تعطيني الوقت الكافي لاوضح التعميم هيك والا المستمع ما حيفهم اذا بدنا نقول اسم ونعترض عليه الوقت لك لا لا خليني اشرحه كله بعدين ما بدي الكلام ابدا تكرم بدنا نناقش لا, أيوه لا, لا, لا. لا, لا لا اهلا وسهلا خلينا خلينا نشرح بالاول أوكي. أوكي. هذا فيني بس انا كمان بالمونه نمشي بوينت باي بوينت يعني ما فيك تحكي أه كل التعميم وانا ارجع احكي كل التعميم, التعميم خلينا وحده بوحده يا اخي مش جاي انا بنقاش انا وياك انا جاي اشرح التعميم اوكي وأنا متفقين بدك متفقين متفقين طيب ماشي 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 انا تفهموا الناس تفضل ولسوء الحظ لحد له اسبوع طالع ما حدا عارف منه شيء اوكي تفضل دكتور تفضل فقلنا ما يحق للمودع ان يسحب هالقد بالاسبوع من مصرف واحد او من عدة مصارف يعني اذا عنده اكثر من حساب بعده مصارف وهيك بدله للمودع على حيله في يسحب من ك من كل بنك 400 دولار ولكن على ان لا يزيد السحب عن 4800 دولار سنويا مشان هيك المودع بحق له يشيل اذا عنده دولار بحق له يشيل لحدود ال الف دولار ويحطها بترانزيتري أكاونت هيدي ال الف دولار كل شهر إله حق ياخذ 400 دولار كاش و400 دولار باللبناني نصفها كاش ونصفها بتشكات او بكريدت كاردز او بتحويل اللي بده اياه يعمل فيها مم. والسبب لحتى ما تزيد الكتله النقديه بالسوق يلي هي بتشجع السوق السوداء واصلين لهالنقطه بتشجع السوق السوداء هلا هيدا ما يحق له وما عليه ان يرفع السريه المصرفيه فقط على هالترانزاكشنز هيدي مش على كل حساباته على ترانزاكشنز اللي هي سحب 400 دولار وسحب 400 دولار باللبناني ليش لحتى مصرف لبنان اذا حضرتك عندك حساب بعده مصارف نعم بتروح بتسحب من هيدا 400 هيدا 400 هيدا 400 هودي كلهم بصبوا بمصرف لبنان نعم هيدي حيلة بحب أعلمك إياها روح <applause> اسحب 400 أول شهر من كل البنوك. أوكي فهمت علي؟ ولكن حتوصل لوقت إذا سحبتهم كلهم بثلاث أشهر مصرف لبناني يبلغ المصارف إنه هيدا وصل لل 4800 دولار بالكاش و 4800 دولار باللبناني مم. فاستنفدت ما هو مسموح لك خلال سنة أوكي نحن عم نحكي خلال على خلال ثلاث أشهر عم بقول له حق يعملها خلال إيه فهمت 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 بس يعني المحدد هو 8400 و 4800 خلال سنه اوكي وهي لجميع اللي معه 50000 واللي معه 10 مليون نعم اوكي اوكي طيب هذا إيه ما يستوجب على يعني هذا حقوقه وواجباته معني اسمح لي خليني اعطي الكلام لا لا ما, ما ما فتحنا تفضل هلا بدنا نوصل للاشياء الصعبه لنقول انت عندك 100,000 دولار كان قبل قبل الانتفاضة نعم من الانتفاضة لهلا جيت آه حولت من اللبناني على الدولار على 1500 1500 20,000 دولار فوق ال100 اللي كانوا عندك صار عندك 120 اوكي هيدي ال20 اللي حولتها على ال 1500 بتخسما من الم... ما راحت عليك بس بتخسمها من المية لنقول كان عندك قرض سيارة بأربعين ألف دولار سددته على الألف 1500 هيدي الأربعين كمان بتخسمها من المية شو بقي عندك أربعين هيدي الأربعين مؤهلة لكي تستفيد من هذا التعميم ما هي بتخسر ده. الأربعين ألف اللي هي قرض ولكن ما بقى فيك ما تستفيد منها بدك تسحبها بت... 400 دولار كاش و400 دولار بحسابك ولكن لا تستفيد من هذا التعميم أوكي؟, اوكي يعني هيدا للناس هلا بتسالني ليش صار عندنا كذا نقطه بدنا نسالك عنه بدك تسالني ليش حرم هالناس من الاستفاده منها لانه مثل ما تفضل الاستاذ عيد وقال مرحله ما بعد الثوره هي مرحله ماليه جديده اوكي وبيعتبر التعميم انه هيدا اللي كان عنده ليرة وقلبها على دولار على الف وخمسمية حماها من ديفالويشن اللي صار لليرة صح من الف وخمسمية الى عشر ألف هيدا هدفه كان حماها حماها أوكي ما تستفاد بشكل من الأشكال كمان اللي كان عنده قرض سيارة نقول بأربعين ألف دولار وسددت هو كان الدين بالدولار وسددته انت باللبناني على الف وخمسمية نعم كمان استفدت بطريقه من الطرق كمان هيدي خسمة من ال ألف دولار اللي كانت عندك <applause> هني بقيوا بحسابك ولكن لا يستفيدوا من منافع هذا التعميم هلا اكيد طلعوا كثير منظرين وانه هيدي بتزيد الكتله النقديه ويا ناس عم يحرموكم من اموالكم ويا ناس هلا اذا هي مثل ما بيقولوا البعض رشوة سياسية أو أنا ما بيعنيني الموضوع أنا عم بحكي كمصرفي أنظر إلى وأنا كنت من أول المدافعين عنا داخل جمعية المصارف لأن تعيل ذوي الدخل المحدود وأصحاب الودائع الصغيرة بالوقت الحاضر يلي الكل بحاجة إذا جيت أنت أفدت مئة ألف شخص أوكي بطريقة حياتهم المادية والمعيشية هذه بتكون خدمة اجتماعية ورغم معارضة المصارف بالأول لأن هذه السيولة سوف تذهب من هالثلاثة بالمئة للمصارف كاعية لجمعتها جمعتها؟ يعني أكثر المصارف فيقول يعني ممكن اثنين ثلاثة أربعة ما جمعوها لأنه بس أنا... أكثر مصارف استاذ غبريل كان عم بيقول انه الالتزامات اللي على المصارف بالخارج تفوق آه الموجودات آه بمليار و200 مليون هذا آه 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 موضوع ثاني المصارف جم رفعت الرسميه ب 20% جمعت 3% ولكن وقت اللي صارت الانتفاضه هيدا بلد بيستورد بالسنه 20 مليار دولار بس هو 3% هلا خلينا كفينا ما انه كان عليها المصارف التزامات من وقت الثورة أوكي. وأنا بحب أقول هون أنه يعني ما بظن هالبنوك المراسلة كانت طولت بالها على المصارف بغير دول قد ما طولت بالها على المصارف بلبنان لبنان أوكي. لأنه بيعرفوا أنه لبنان كان هو الأساس للأنظمة الرأسمالية أه ولو أوكي. ولو انه صار الراسمال مش مشرف هلا ص... مؤخرا اوكي أه استاذ زاهر شفتك عم بت... في في امور عم بتسجل نقاط عليها، انا نحن بعد ما بلشنا بالسؤالات اللي الناس طرحتها ل لألك ولا دكتور تنال شو اللي كنت عم تسجله؟ بس و... آه... وقت الدكتور حكي بال 800 الف حساب اللي هلا حيستفيدوا من من المصريات هو الدكتور هو اللي عم نحكي اللي بالدولار اللي مصرياته بس هلا هلقى... عم بطلب منك تجاوبني اللي مصرياته طيب. باللبناني هلا شو بيقدر يعمل بهذا التعميم كله شو أه... استفاد منه أه... ولا شيء ولا شيء طيب ال 800 ألف حساب هول اللي هلا قدرت انت شوي مثل ما حضرتك قلت عم نريحهم لهول ذوي الدخل المحدود بس يسكر حسابهم بعد سنه حترجعوا البنوك يفتحوا لهم حسابات في ما يسكروا ويخلي فيه 10 دولارات طيب ماشي ال 10 دولارات مسمح. اي اي بنك انا انا كنت مدير بنك ونائب مدير عام مش مدير صغير اي بنك مستعد يدفع يتكلف وراء وسوفت وير وشغل وطالع ونازل كرمال زبون معه 10 10 دولار بحسابه استاذي أكبر دليل إنه المصارف كانت فاتحة حسابات صغيرة هو إنه 60% من الحسابات في المصارف هي دون العشرة 10000 دولار. طيب. كان خبر صاعق إلنا يعني أنا كان مفاجئ إلي. إنه إنه تفضل 60% من الزباين بالمصارف وديعتهم تحت ال 10000 دولار. ماريو ما هذا اللي عم وصلك لإله انا وقت قلت لك قلت لك هول 70% مش مص... بس 60 اوكي هول ال 70% من الحسابات بس ينسحبوا كلياتهم البنوك عم تسكر لهم حساباتهم يعني سوري بعد اذنه للدكتور بقول لك في يترك 10 دولار ما في بنك حيقبل تترك له 10 دولار تتوصل هدول اللي لوين عم وصلك لشيء انه هيدي عم ينحكى فيها صار لها ثلاث سنين والبنك الدولي لطشها ونحنا كنا عم نشتغل عليها رجعت وقفت والدكتور بيعرف عن شو عم بحكي شو هي. أنا بس يتسكروا هال 800 الف حساب حيصير دي البنك الدولي من برا يقول لك الاي ام اف يقول لك انت صندوق يعني النقد صندوق النقد او يعني الاي ام اف حيجي يقول لك انه انت 70% من حساباتك تسكريت لشو بلد هالقد صغير عنده 65 بنك تفضلوا انزلوا لل 25 بنك اللي نحن صرنا 3 سنين عم نحكي فيهم يعني عم نحكي عن دمج طبعا دمج او تسكير بنوك اللي ما بتقدر تندمج او في بنوك كبيره بدك انت تعطيها بنوك صغيره تدمجهم يمكن يقول لك انا هذا البنك ما بدي اياه هذا بدي اياه في بنوك حتسكر في بنوك حنوصل لل25 بنك اللي هن صارلهم عم يحكوا فيها ثلاث سنين. تسكير الحسابات هلا 800 الف حساب هي كرمال نبطل 65 بنك بلبنان نصير 25 بنك. اوكي وبس الحساب المواطن العادي المودع الصغير يسكر حسابه ما بقى في قدرت قادر تفتح له حساب بالبنك، صرنا حنرجع مثل العصر الحجري، ما بقى في صرف تشيكات، ما بقى في كريدت كارد، ما بقى في شيء، حتصير شو ما بدك تشتري وتبيع صار بالكاش بين ايدينا، لأنه هيدا ما بقى حيجي يجي البنك يفتح له حساب بس عم بيقول لك الدكتور فيه يترك 10 دولار، ماشي. يعني مش 10 دولار، اعتبر 200 دولار بالحساب اوكي ما راح يتسكر رح... هيدا حساب في يتصرف فيه صح ما برجع ما برجع بقول لك الدكتور بيقدر يقول وانا بقدر اقول ما انا ماني عم جايبه ما جاي ولا حتى اتصادم مع حدا انا كنت مدير بنك وانا تسكير الحسابات كانت بالديبارتمنت تبعيتي ايه؟ بيجيك كل اخر شهر نحن عندنا 50 60 70 حساب عم بكلفونا اكثر ما عم نفيدونا تفضلوا بمضي لهم سكرون بيجي بيجي الزبون خذ 7 دولار تبعيتك خذ 10 دولار تبعيتك خذ ال 100 دولار تبعيتك ما في بنك و... وما في بنوكي بتقبل تشتغل لزبون معه بس 10 دولار بحسابه اذا عم ياخذوا منك دولار ونص على كل ترانزاكشن 10 دولار قد ايه بدك تضاينك بتصير مديون طب هذا ايه؟ اللي عم بحكيه عفوا عفوا في تعميم من مصرف لبنان بيقول ما بيحق لك تسكر حساب الا باذن من مصرف لبنان هلا انا قلت 10 دولارات خلي 100 دولار طيب. يخلي 200 دولار والمؤسسات العالميه كلها اذا لا ام اف او الورلد بانك بيحكوا عن الفاينانشال انكلوجن از تو انكلود از ماني يعني أكثر ناس ممكن في القطاع المصرفي ولو انه زميل أستاذنا الكريم عمالي يحذرني من مؤامرة على المصارف انه بدهم يسكروها منا مؤامرة أنت سامعها دكتور بتعرفها أنا, ش... أنا شكرا عم تلفت لي نظري بس أنا غير متخوف منها لأنه هيدا كلام منه كلام علمي الدمج وقت اللي كل المصارف عندها نفس المشكله وقت اللي بتدمج بنكين او ثلاثه عم تكبر المشكله مش عم تصغرها الدمج كان وسيله لحل بعض المشاكل وقت المصارف كان عندها مشاكل بالسيوله والملاءه ومصارف اخرى ما عندها اياها بس نحن كلنا بلبنان عندنا نفس المشكله عندنا نفس المشكله طيب وفي مثل بالانجليزي بيعرفوا زميلنا بقول تو تشيكن دونت ميك ان ايجل يعني جيشين <applause> ما بيعملوا نسر يعني اوكي فلو جمعت خمس جيشات ما حتطلع نسر يعني اوكي انت هلا هل عفوا انا بحب يعني كثير بنحكي عن الدمج وصراحه قبل ما اوصل قبل اوصل وصل له بمرحله ما هيدا مش كثير يعني بهم الناس أوكي. بس بهمني النقطه الاساسيه ارجع لل 158 قلت حضرتك ببدايه شرحك انه المواطن او المودع بحق له يسحب من اكثر من حساب صح؟ مع انه كنت قريت بال يعني بالتعميم اللي صادر انه عمليات الدمج وعمليات الاشتراكي بحق لك تسحب من فرد من فرد حساب بس فيك تسحب من كل حساباتك بالبنك ولكن بحدود ال 4800 بالدولار و 4800 بال... مشان هيك انشا انشاوا هالسنترال دي ريسك هيدي رفع السريه المصرفيه عن هالمقبوضات هال... هيدي لحتى يعرف مصرف لبنان ويبلغ المصارف انه هيدا وصل للحد تبع ال 4800 خلال اول سنه. يعني فيك تسحبهم بشهرين. دليتك على الحاله انا، شو بدك احسن؟ اوكي شهرين فيك تسحبهم و و و وتكون انت امنت الاول 4800 ب 4800 صح؟ اودي الاسئله بلشت تجي هلا على السوشيال ميديا. يعني إذا, اذا عندك ست حسابات فيك تسحب من الست حسابات. محل ما بدك فيك تسحب. اوكي. طيب. ولكن انت بتنلقط مش بنلقط سوري يعني انت بنحط لك حد لما توصل س... لل4800 طيب هلا يقوموا علي المصارف انه هذا عم دل المودع كيف لا لا ب... بيعرفوا بيع... بيعرفوا انه الكل يعني يومين ثلاثه ببلش يعرف سالت حكيت نقطه ثانيه كمان مهمه كمان بلش يوصل سؤالات عنها أه انه اذا صار. كان في آ... ما رح نستفردك زاهر واصلين اذا كان اذا كان شخص عليه سند نعم اوكي آ... وقلت اذا كان عليه لون سياره ولا منزل القيمة يلي دفعها باللبناني خلال فترة ما بعد 31 تشرين تحسن من المبلغ يلي بحق له يستفيد منه صح؟ مثل قرض السيارة أنا قلت لك أو حولت لبناني على دولار على 1500 أو دفعت قرض سيارة حتى أو لو كان وفي أو, قرض شخصي منو أنت كان دينك بالدولار نعم سهل لك أن تدفعه على 1500 معناتها استفدت بطريقة من الطرق نعم. أنك حمايه شيء مطلوب منك كان يعني. طيب فاذا هود الاشخاص يلي كان ياخذين لونات يخدين قروض من البنك قيمه كل قيمه كل القرض بدها تنخسم من المبلغ يلي بحق لهم يستفيدوا منه صح هلا آه اللي, اللي سدد لحد هلا استفاد انه دفعوا على الـ 1500 نعم. اذا التعميم بيقول كل قيمه القرض معناتها عم يقول له, له المستدين انه حضل اسمح لك انا تسددوا كله على 1500 فهمت علي؟ معناتها هذا في التزام انه انت سوف تقدر ان تسدد قرضك على مر الزمن على ال 1500 ولكن في المقابل ما بيحق لك تستفيد من قيمه ال 50000 دولار اللي مسموحه لك خلال هالخمس سنين بس ما خسرت شيء من اموالك أو اوكي طيب. إذا... منشان هيك انا قلت عم نحق عم يعني هالتعميم عم يحاول أي... أن يحد المنفعة للذين بحاجة لها أكثر مم. من دون ما نعمل عليها مش هيك سماني بالمقدمة لا يا أخي مش تنفيس قلنا لك الذين يحتاجون لها أكثر طيب. إذا كان مودع حتى هذه اللحظة بعده عم يسدد قرض نعم أوكي حتى هذه اللحظة عم يسدد القرض وهو من الأشخاص يلي عندهم دولارات بمرحلة ما قبل 31 تشرين ثورة ثورة طيب سميها مثل ما بدك ايه؟ كيف بيستفيد إذا بعده لليوم عم بيسدد القرض أنه ب... إذا عندك مية ألف دولار إلنا أنت وبارك عم تسدد نعم يخصم ما ما هو دينك و... واللي بيبقوا يمكن يبقى عندك 20 أو 30 هن اللي بتستفيد طيب. فيهن فيهم من هذه العطاءات دكتور أنا أنا مودع عندي مصاري دولار عندي انا اخذ منك لون سندي بالشهر 200 دولار وانا شخص بيطلع لي 400 دولار دولار و400 دولار لبناني انا علي ادفع لك 200 دولار كل شهر صح حضرتك ال 200 دولار بتخصم لي اياهم من لا وين لا 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 ما اله علاقه عفوا هيدا الكيس كيف بيتحل لا, لا 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 ما اله علاقه شو عم تدفع لي بالشهر وشو بتستفيد من التعميم دينك كله لنقول دينك 15000 دولار يخصم من هال ألف دولار اللي عندك آه. بيبقى 85 اوكي يعني منفصلين عن بعضهم، كل شيء عمال يقال انه هالدين يلي هو عم يتسدد على ال 1500 هالمبلغ هيدا لا يحق له ان يستفيد من عطاءات هذا التعميم مهي. مهي. ولكن ب... بطريقه من الطرق ضمن لك انك فيك تكفي تسديد الدين على 1500 وبذات الوقت انت عم تستفيد من التعميم عم تاخذ من 400 دولار مما تبقى بما تبقى لك من مصاري صح. يمكن يبقى لك 50 ويمكن ما يبقى لك 50 يمكن يبقى لك 40 و30 و و حسب قيمه المبلغ اللي عندك يعني هو الجميع اول سنه ما حيقدروا يستدوا اكثر من 10000 دولار مم. اذا كان طبعًا. معك 100 مليون او معك 20000 دولار نعم. اللي حتقدر تسحبه من جميع المصارف او من مصرف واحد هو بحدود ال 10000 دولار سنويا طيب استاذ زاهر دكتور عم بيقول وشرح مساله انه كيف كيف المودع حمي وديعته لما قلبها من اللبناني للدولار من بعد تشرين مع بتعت... انه هدول كيسز كثير صغار طيب. ما في بنك قبل يقلب لحدا كثير قليل مزبوط الحالات جدا قليله طيب بتعتقد انه هيدا التعميم قد يكون قابل للطعن لانه تجزئه الوديعه لا تجوز أه... أنا مع إنه ينطعن فيه طبعًا طبعًا مش بس تج... أنا ب... أنا بدي أذكر بس العالم بشغلة من سنة ونص وقتها سكرت البنوك نعم آه والدكتور من شوي ذكر إنه في قوانين مجبورين نحن نطبقها طيب في قانون بالبنوك بيقول بيجبر البنوك إنه تعطي الم... المودع اللي عندها المصاري وقت يجي يطلب منا صح ولا لا؟ مجبور بالكونترا انت انا حاطط مصاري عندك بدي اجي اسحب إنت ما بدي البنوك وأتسكرت سكرت البوابه بوجه المودعين وما عطتهم مصرياتهم كل الدعاوى اللي رفعت على هول البنوك وين راحت مين عم بيحقق فيها ما حدا لانه ضلينا حامين بعضنا بين مصرف لبنان بين جمعيه المصارف وبين البنوك اني anyway, انا عم بحكيك من سنه ونص وقت سكرت البنوك طلب طلبوا من الحاكم يعمل وقتها مثل كابيتال كنترول او هذا التعميم من سنه ونص شو طلع قال الحاكم لا الحاكم, الحاكم طلب كابيتال كنترول الطبقه السياسيه شو طلع, ناسي طلع ناسي. الحاكم قال لهم قال لهم انا ما فيني اطلع وحط سقوف بلا قانون من مجلس النواب نعم طب ليه هلا طلع تعميم هن ومجلس النواب عم يشتغلوا على كابيتال كنترول مع اساس انت انونيه ما بحق لك التعميم 158 بقلبه سقوف ما انت ف... ب... يا بحق لك يا ما بحق لك مزبوط ولا لا مه. بدي ارجع لنقطه ال400 دولار والسؤال اللي حضرتك سالته لانه كثير في تزامن بين بعضهم انا بس بدي اسال اللي سحب ال 400 دولار تبعيته فريش كاش وال 400 الثانيه على اللبناني نعم. التعميم بيجبروا انه بما انه انت استفدت من التعميم ال 158 ما لك حق بقى تستفيد من التعميم ال 151 اللي هو 3900 ال يلي يعني بيسحبك دولار اللي بسحبك عطل... دولار على 3900 نعم. 990. مزبوط؟ طيب صحيح انا ما بدي احكي عن غيري مشان ما نفول على أحدا انا اضطريت جيب مكنه طبيه لامي لخيي لحدا مريض نعم. مزبوط؟ سحبت ال 400 هول على الدولار وسحبت ال 400 هوليك النص اللي بينه هيدا بس انا المكنه ما ما كلفت 800 انا بدي 2000 دولار هلا وقتها ال 1200 الفرق كيف بيعطيك اياهم البنك؟ على ال 1005 ما بيعطيك اياهم على 900 لانك انت استفدت من هذا التعميم وانت انت مجبور انا البنك سمح لي ب 800 حسب التعميم بس انا بدي 1200 كيف بيعطيك اياهم؟ بتعطيه اياهم دكتور؟ على ال 1005 بسحبك اياهم على ال 1005 صحيح الكلام أه انا ما بدي افوت بكونسبيرسي ثيوري هلا ما conspiracy أفضل. دكتور اعطيني 1200 زياده بليز ارجوك ارجوك قل لي كيف تعطيني اياهم ارجوك 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 انا اشرح تعميم لسوء الحظ اكثر الناس مش فهمانته وحجرب اشرحه بكل صراحه وصدق ومستعد لاي سؤال طبعا بسالك وض... دكتور بس فسر أفضل. لي لوضح التعميم ماني جاي لاقي حلول للمعضلة المالية الاقتصادية النقدية الموجودة بالبلد هلا التعميم ما أجبر حدا يستعمله نعم لما بده يستعمله بضل يقدر يسحب على ثلاثة بس هل... كمان في سقف اللي هي خمسة آلاف دولار بالحالات الخاصة بالحالات الخاصة المصرف ممكن يتخطى الخمسة آلاف دولار بالشهر خمسة آلاف دولار بالشهر يعني عشرين مليون ليرة هلا لكل شيء في السقوف ولكن كل هذه امور يعني ما بدنا ناخذها حنبليه انه ما فيك تسحب اكثر من خمسة 5000 ممكن نقدم لمصرف لبنان تعليل ليش بحاجه ل 10000 دولار هالشخص او 15000 دولار وبيسمح له يسحبها هلا انا اجتهادي يعني تفكيري الشخصي 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 لا. انا اظن سوف يعيد ويسمح ب 3900 حتى للي عم يستفيدوا من هذا التعميم ظن ظن إن إن في الظن إثم بس أقرب إلى اليقين من تحليلي أنا من تحليلي ما هيك بظن يعني حضرتك بتعتقد إنه إنه الحاكم بعد أو, ف... أو بعد المجلس فترة المركزي بعد بعد فترة بعد دراسة الكتلة النقدية الموجودة بالسوق وكيف عمالة تتداول وقديه قدران مصرف لبنان يمتص منا لتخفيف نشاط السوق السوداء وسوق الشكات وما شابه اظن سوف يعاد للسماح فيها بس هذه شغله جانبيه خلينا طيب. نفوت بتعقيدات التعميم أوكي. و... انا يعني تعقيدات التعميم انا راح اطرح بكل صدق راح اطرح عليك السؤالات اللي آ... الناس هم ما تعرفها <applause> ما تخوفني سالني <applause> لا لا يلا طيب كيف الناس عم تسال انه ليش فصلتوا بين الاشخاص اللي عندهم مصاري قبل عندهم دولار قبل الـ 2019 قبل 31 تشرين قبل الانتفاضه نعم وما بعد مع انه تجزئه الوديعه بالقانون لا, لا, مع... لا تجوز اخي اذا من... ليه هلا انت بكل شغله في يعني فينا نقول نص الكبايه مليان او نص فاضي دكتور انا كل... عم بسالك يا بال... يا أنا بسال بالقانون حبيب قلبي كل الناس على علم انه بعد الانتفاضه العزيزه علينا كلنا انت ما عجبتك هيدي انا ما عجبتني لا <تصفيق> 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 برفع لك لواءك اوكي أصبحنا بحقيقة مالية جديدة ما تجي تقارني ما بعد الانتفاضة مثل ما قبل الانتفاضة واضح أنه الحاكم طلع ب1 نوفمبر وعمل المقابلة تبعيته وحجز لنا وحجز أموال المصارف في مصرف لبنان وقال أنه الدولارات في لبنان تبقى لخدمة الاقتصاد اللبناني م. يعني ما فينا نطلع من هالحقيقة ونبلش نقارن ليش قبل الانتفاضة هيك وليش بعد الانتفاضة هيك دكت. هيدي حقيقة كلنا عارفينها طيب انه تغير المشهد المالي بعد الانتفاضة بس لما سئل الحاكم مصرف لبنان من فترة نعم. عن أموال المصارف م. قال أموال المصارف عند الدولة وعندها استثماراتها بالخارج أموال المصارف عند المصارف ما المصارف ما لها أموال بالمركزي بتحب ننتقل لها النقطة هيدي؟ أكيد أوكي. بس إذا بتوضح لي يعني إيه؟ مشان من من إيه لا لا من لا, م... لا تفضل حبيبي بهمني مسألة أنه طيب هذا المو... المودع اللي نقل مصرياته من اللبناني للدولار تقدر يحافظ عليهم نعم فينا نقول له أنت أكلت الضرب لأنك وسقت بالليرة؟ بصراحة دكتور ليك أ... لك أ... كل مودع بلبنان أكل الضرب وكل مساهم في مصرف اكل الضرب وكل رئيس مجلس اداره بنك اكل الضرب كلنا اكلنا الضرب عم يسالوك اليوم الناس انه نحن ودايعنا اقل حتى اللحظه تائها المصرف شو خسر وين خسر شو خسر ليش آه يعني عم تنقلني لمرحله اخرى مضطر فيها آه لكن المشكله بهالبلد انه كله رافض يفكر وزيره العدل قالت إنه المسؤولية الأولى على الدولة نعم ثم على مصرف لبنان ثم على المصارف وهون أنا بدي زيد على الم... على المودع الكبير بدي زيد رابع مسؤول المودع الكبير ليش؟ أولاً الدولة عايشة بحاجة بحالة إنكار تامة يعني حتى بأمور مش بس بحل الموضوع المالي عايشة بحالة إنكار بموضوع البلد عايشة بحالة إنكار نعم مصرف لبنان يعني ولو انه هو سلطه مستقله نقديا واداريا بس هو الدوله اللبنانيه بيطبع الليره اللبنانيه هو, هو اسمه من الدوله ولكن اللي بيعجبوني المصرفيين صراحه حاله هالانكار اللي عايشينها وكانه منتظرين يلي خربها يصلحها منه اجى الرئيس حسان دياب وجاب خطه لازار اللي هي كانت اقرب الى المريخ من الى الارض بده يفلس البلد كلها يفلس كل المصارف ويجيب خمس مصارف جداد كانه عم يبني خمس بنايات جداد فما تعلموا بس غريب انه غريب انه أرجوك أرجوك الصندوق ما يعني تعلم ارجوك لا عليه. لا لا ما تعلموا انه هن والمودعين الكبار لازم يكونوا الحل مصير المصارف مثل مصير المودعين الكبار المودع الكبير الذي وثق بهالبلد مثل المستثمر الكبير الذي وثق بهذا البلد مم. هن لازم يقعدوا ويلاقوا حلول وانا هون بدي هني من اسبوعين كان في على اليوتيوب اراده او مؤسسه ما نعم. وجابوا الدكتور شاول يلي كان من مسوقي لازار شاف انه هذه كانت خيال بخيال وبل مين دكتور من... اري شاول؟ إيه نعم المهم نفكر المهم يكون في اسمح لي بدي كفي هالنقطه تفضل تفضل يكون في ديناميكيه يكون في ديناميكيه اقترحوا فورمولا بتقسيم الخسائر هلا حملوها اكثر للمصارف والمدعين واعفوا الدوله من اي شيء مش مهم المهم نبلش نفكر ويصير في ديالوج ويكون في ديناميكيه بطريقه لايان الحلول وهون المسؤوليه على جمعيه المصارف هي لازم تبلش بخلق نواة من اقتصاديين ومن مصرفيين وتعمل حوار مع المودعين الكبار ليلاقوا حل وإلا إذا ناطرين اللي خربها يصلحها عوض بسلام بس طيب أستاذ زاهر كان عندك ببداية الحلقة انتقاد على مسألة الكتلة النقدية اللي بدها تنتج من 400 دولار اللي راح تندفع باللبناني هذه الكتلة النقدية حتى مصرف لبنان حددها بحدود 26 أو 27 مليار ليره لبنانيه انت بتعرف انه نحن اخر سنه ونص طبع ليره بكميات هائله لك وين وصلت سعر الدولار وبالاضافه نحن مقبلين على 26 مليار دولار آه عفوا ليره اضافيه شو بده يصير فينا تضخم وين ممكن يصير سعر الدولار اول شيء طبع الليره كثير كثير ضرنا وكثير على صار تضارب بالسوق على الدولار طلع واذا بتلاحظوا انه مع كل تعميم بيطلع من مصرف لبنان دولار بيطلع عليه هو طلع تعميم 148 على اساس وطلع الصيره على 12 دولار صار ال 12000 صار, 12 صار دولار 15 و600 بهاليومين ووقت طلع التعميم 151 الدولار على 3 900 صار دولارك انت ب 8000 آه ماريو انا شو يعني زك شو يعني شو عم بتقلي يعني كل ما عم نجرب نطلع هالتعميم الجديده كل ما نحن عم نضر السوق السوق المصري في بلبنان كل ما هو دولارك عم بطير اذا بنكمل بالطريقه اللي نحن عم نعملها وهذه طريقة إبرة مورفين خي اللي بده يزعل يزعل واللي بده يعجبه حكي يعجبه آه هيدا التعميم والتعميم اللي جاي من بعده تذكرني أنا شو عم أقول لك قصة ال 25 بنك تذكروا هدول لأنه في ناس ما وافقت علي تذكر قصة ال 25 بنك أنه حتصير مش كونسبيرسي هيدي الحاكم بعد عنده سنتين بولايته كل التعميم اللي حتصدر من يوم ورايح هي ليخلصوا هالسنتين تبعوله بطريقة ما مشان العالم ما تفوت على مكتبه وتسحبه وتروح تحطه بالحبس خايفين على حاله خايفين على على بالقانون وبجسديا وبكل شيء الحاكم حيضيع وقته حيمرق وقت بهالسنتين الفاضيين له من ولايته بتعاميم كل يوم حيطلع لك تعميم جديد هذه هي كل الفكره حنضل عم نعطي ابر مورفين قصه ال400 دولار وقصه انه عم نعطي المودعين الصغار عم نخليهم يتنفسوا ليه عم تخليهم يتنفسوا كرمال ما يعملوا ثوره كرمال ما يفوتوا يسحبوك من مكتبك ما انه هم هو المودعين الصغار الحاكم وقتها كان وقتها كان معنا نحن احتياطي الزامي هيدا بالتحليل لا. انا بدي تعطي ماشي. انا بدي احكي ارقام ارقام بالتحتياط الزامي وقتها كان 30 مليار نعم ما قدرنا نعطي المودعين مصرياتهم ليش وقتها صار 14 مليار صرنا عم نعطي 400 لكل مودع بالشهر شوية حسابات بس ارقام انا بحكيك ارقام اوكي هيدا هيك. من بعد الارقام تحليلك ليش بيقول ليش عم عمنا... ليش عملنا هيك عم نضل د... ليه عملنا هلا هيك؟ إيه؟ لانه وصلت على رقبته عم بد... عم يعطي ابر مورفين لحتى العالم تسكت وانه ها شوف صار معي 400 دولار بالشهر الفقير اللي معه هول 10000 اللي كان يعني ما عم اقول فقير بس انه العالم اللي حساباتهم المودعين الصغار اللي حتى هول يعني خلص عم بيموتوا وصلوا لمحل اختنقوا خلتهم يتنفسوا ما بقى حينزلوا يصوروا عليك ما بقى حينزلوا يهجموا عليك انت بتعتقد انه اذا كان اذا كان المواطن حاطط براسه انه بده يعمل ثوره ال 400 دولار بين دولار ولبناني بتجمده بتوقفه حتهديه هلا فتره لانه عم يقدر يتنفس عم يقدر يجيب اكل عم يقدر يرجع يعيش العالم وصلت لمرحله عم تموت هي قاعده ببيوتها هلا رجعت نفستهم رجعت خليتهم يعيشوا ما الدكتور قال لك اياها اعطينا ناس لترتاح ما عم بيقولوها عم يحكوها علنا عال اذا عيشناهم معناتها شيء منيح انت اذا عيشتهم بشو ب ب ب بيقولوا اذا عيشتهم ب ب بنيه صافيه عراسنا راسنا كلياتنا حنوقف معك بس انت وقت تكون عم تعيشهم لت 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 لانك خايفين على حالك من ثوره كبيره يفوتوا يسحبوك من مكتبك صار شيء ثاني كل الخبريه تمري سنتين لتخلص ولايته وكان الله يحب المحسنين طيب استاذي الناس اصلا قامت ضد السياسيين ما قامت ضد المصارف ولكن المصارف من قصر حالهم قدروا السياسيين يحولوا هالغضب كله على المصارف والمصارف لبسوا هالتهمة صنيعة يدهم اه فاذا انتم عم بتقولوا نحن نحن يعني نحن شركة في شركة لا 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 في, 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 الجرم انتبه عم بتقول لي صنيعة يدهم لانه ما ما قاموا حكيوا ودافعوا وصارحوا الناس مثل عم صارح هلا طيب الثورة من 17 على, على السياسة كان لازم المصرفيين يقوموا ويقفوا ويقولوا نحن ضد الفساد ضد المحاصصة مع الشفافية تخيل هودي المليون ماريو. ثائر اللي نزلوا من 17 زبايننا هودي زبايننا هودي ناسنا أوكي. آه. بس نزلوا يلوموكم انه نحن حطينا مصرياتنا عندكم انتم ك... ك... كمصارف انتم لجان ال... يعني دراسه المخاطر ما انتبهت لهي النقطه الدوله آه, آه. المصارف في المركزي نحن استاذ نحن كلنا عايشين تحت كنف الدوله اللبنانيه التي تضع القوانين للمصارف وللشركات ولكل شيء. نعم. طيب انا اذا دينت واحد ونعمل تحت قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود و... وعدة قوانين. أوكي. طيب انا اذا سلفتك يا استاذي وحضرتك ما دفعت الدين تبعك بروح على بيتك وبكسر لك بيتك وبقول لك تعال ادفع لي؟ والله بلجا بلجا الى القضاء اول مرة ما بتعمل هيك بس اذا كررت واذا بتعرف انه نحن بتعرف اذا بدنا نروح لنتدين بفلونا لناخذ لناخذونا عم لنا لنا نحكي بالنتيجة هلا هل كل واحد بنصير بشريعة الغاب كل واحد بده يحصل حقه بايده اكيد لا او بنروح من منروح الى القضاء ونحن مستعدين نروح على القضاء يعني بيني وبينك يعني هلأ انت بتعرف انه المصارف موديل لبنوكي من 17 سوري مجبور اقتش لبنوكي من 17 تشرين لليوم ولا واحد من لبنوكي كلهم بلبنان حتى التوب فايف عم عم بيمشوا على القانون النقد بكل بكل عم, بخ... م... عم بخ... كلهم عم بيخالفوا كل قوانين اذا الدكتور بده بده يمانعني انا عندي اكزامبل صار معي ومع شغلي رحنا على بنك احد البنوك اللي, اللي فاتحين معنا نحن معه حساب عندنا مبلغ هالقد عنده اوكي قبل 17 تشرين مضطرين نحول مبلغ للشركه الام باسبانيا نعم جبنا فريش كاش على سوق الدولار السوق السوداء على 13 على الف وقتها كان أربعين الف دولار مجبور بدي احولهم لاسبانيا لا انا بدي ما بدي يسكروا لي حسابات الشركه باسبانيا ماشي اعطاني اياهم للبنك الفلاني بليز حول لي اياهم لانه عندي عندي تسكير حسابات انا هونيك كل المبلغ الكبير اللي كان عندي بالبنك اعتبره صفر اعتبروا صفر قلت له طب هو الفريش كاش القانون اللبناني انا مدير بنك ما أني بس انه انه زبون عندك انا عارفين حالي شو عم بعمل هدول فريش انا فيني احطهم هلا وهلا فيني ظهرهم لبرا هدول جايبهم من برا انا مش من حساباتي اللي أوكي. موجوده أوكي. عندك فعلا. بلي لا انت حسابك يعتبر صفر ما فيني احول لك اياه بدك تنطر سبعة ايام والا بينعد حسابك مكسور باي قانون هذا اخذناهم رحنا على بنك ثاني ساعه الساعه اخذتهم منا مدير الفرع تكرم عيونك سزار. حولتهم لبرا اوكي كل بنك فاتح حسابه البنوك كلها عم تخالف القانون طيب. انا من اصحابي اللي بعدني صاحبي انا وياهم اللي كانوا معي بمصرف لبنان احد المدراء الكبار بمصرف لبنان عندهم 5700 او كانوا من شي شهر حكيته 5700 دعوى قضائيه ضد البنوك كلهم عم بكبوهن بالشردر ما عم يتطلعوا ولا زبون مع حاميين البنوك مصر فلان حامي البنوك بطريقه شيء بخوف بعد شيء الب... بخوف بعد البريك مزيد من الاسئله اللي بدها تنطرح لمزيد من الايضاحات بريك ونعود من جديد نحييكم مشاهدينا واعود للمتابعه بعرف انه الاسئله كتير عن يعني هذا الموضوع وطبيعي بحلقه واحده ما راح فينا نجاوب على كل السؤالات ولكن قدر المستطاع يعني راح نحط الاسئله اللي لها علاقه بالسياسه جانبا ونسال الاسئله اللي هي صوتكم صوت الناس دكتور اذا نعم. كان حدا وهذا من ضمن السؤالات يلي اجت اذا كان مودع عنده دولار حساب دولار قبل 31 تشرين اوكي نعم. وفات عليه شيك بنكير بمرحله ما بعد 31 تشرين هيدا نعم. هل الشيك اللي فات يضاف الى الحساب ولا هذا ما له عليه هو يض... يضاف الى الحساب ولكن يعني اضافته الى الحساب حتجيبنا لرصيد اليوم نعم انه نحن عم ناخذ رصيد الثوره ورصيد هلا فايهما اقل انا أقول لك شو حكمه التعميم حكمه التعميم انه يعطي هالبريفليج هيدي للي كان عندهم دولارات ما قبل الانتفاضه يعني كل الدولارات التي تكونت بعد الانتفاضه المقصود ان لا تستفيد من هذا التعميم اوكي بس هون السؤال ليش شو الزنب ما انا عملت عمليه تجاريه مع المصرف انا رحت لعند المصرف عملت عمليه تجاريه عملت عقد انا وياه اعطيته لبناني واخذ الدولار شو ذنبي ليش لا ليش هيدا هيد... هيدا هذا هيدا ليه ما اسمه دولار من من اني شرحت لك لانه انت صرفت اشتريت دولارك على 1500 صحيح فكانه حميت هالليره تبعك بدل مصد... ما تبقى ليره وتصير عشرة من قيمتها الأساسية نعم. حميتها بتحويلها إلى دولار أوكي بس إذا ما استفدت من الدولار يعني ما حميتها فمعناتها انتفعت أو استفدت بطريقة من الطرق أوكي ليش أنا ألا يجوز دكتور أنه كمان تكون وديعتي أنا الشريعة على الألف وخمسة قبل 17 تشرين؟ إذا كنت قبل 17 تشرين معناتها عم نقول الرصيد الذي هو قبل الانتفاضه كويس بس شو الفرق ما بين شريت شراء يعني نقل نقل من اللبناني الى الدولار قبل 17 ومن اللبناني الى الدولار بعد 17 لك المشهد والحقيقه الماليه للعملات في لبنان تغير ما قبل الانتفاضه وما بعد الانتفاضه بدنا نعترف فيه طيب يعني والا كنت تقدر تروح تسحب دولاراتك كاش ما يعني الحقيقه تغيرت والواقع تغير هيدا موضوع الانكار اللي عند الكل وعند المصارف اولا طيب بدنا نطلع منه مودعي لو اخذنا كمان مره ثانيه من وقتك زاهر مودعي جمال تراست بانك عم بيقولوا لك انه كانت وديعهم بالدولار ما قبل المشكل نعم. صار مع بين ايدين مصرف لبنان لبين ما ارجع اجت شكات من مصرف لبنان مم. كنا صرنا بعد 17 تشرين هودي دولاراتهم كانت مكونه قبل 17 تشرين شو بيعملوا؟ هيدي يعني هيدي حاله خاصه مم. لمصرف واحد ما شبلت التعميم، التعميم ما حكي عن حالات خاصه حكي عن حالات عامة وأي تعميم بيصدر خي ماريو يعني ما بيغطي مية من الحالات بيغطي تسعة من الحالات وسوف يصدر أظن توضيحات لاحقة عن بعض الأمور مثل شو؟ طمنا أه أه مثلا في كتار عمال يعترضوا أنه إذا عندك حساب شخصي وعندك حساب أنت وزوجتك يعتبر حساب واحد في منطق بيقول طب أنه هيدي زوجتي كانت عم تشتغل وتحط اموال من عندها نعم ف يعني يمكن مصرف لبنان يعود يدرس هالموضوع هيدا ويطلع فيه توضيح وحضرتك تعرف يمكن يكون بي وابنه الابن برا والبي هون عندهم حساب مشان هيك عم اقول لك اه فاذا هيدا الموضوع قابل قابل للنقاش مش انا بقرر لا بس انت بتكون قل... بالاجواء لا انا انا بستعمل عقلي والعدل والمنطق ليش بال... بالمركزي مش هيك بيعملوا بالمجلس المركزي كمان بس أو مصرف كل شخص منطق انا اظن انه سوف ييا إيه يص... من الاخر والله ما عندي معلومات سوف يصدر لواحق لهالتعميم تفسر بعض الامور او تعدل بعض الامور بس اكيد سوف يصدر شيء يفسر بعض الامور يلي هي مش واضحه طيب ماريو كمان سوري نحن طبع. عم نحكي عن تعميم ما كثير مطول ليه؟ بدك اقول لك ليش ما كثير مطول؟ لانه الحاكم وقت يقول نحن وصلنا لل 15% من الاحتياطي الالزامي ماتيماتيكلي شو عم بقول بنفس الوقت؟ يعني نحن اوريدي صارفين 85% من الـ من الـ من, الـ من اموال المودعين نعم 15% اللي نحن عم نحكي فيهن هلا اذا ضليتك توزع 400 دولار كل شهر قد ايه بضاينونا هولي؟ قد ايه فيك تصرف منهم؟ يعني هي مقدرة تقريبا القيمة بمليارين و ألف دولار إذا ماني غلطان. ماشي. أوكي. وقت الحاكم انطلب منه يدعم بمليار و400 قال آه وقتها ماني قدران لأن بنزل تحت ال... تحت ال... ال... الاحتياط الإلزامي. إيه مش قدران يدعم يأمن ده أساسا مش واجبات مصرف لبنان يأمن ماشي. الدعم يعني ماشي. أنا ما بعرف الضغوط آه السياسية كيف فوتته وكيف فاته بهاللعبة بس ال... هو ال... مش مضطر يدعم نهائياً ولكن هو رفض مسألة الدعم. ولكن اعاده الاموال للمودعين لأصحابه ما بتخيل انه في يرفضها صح ولا انا مغلط؟ ماريو كل اللي عم بيصير هلا كله عم بحكي انا بحكيك كواحد مصرفي ما بدي احكي انه انا هلا بطلت بالقطاع مصرفي عم بحكيك كشغلي نعم. كخبرتي ك 21 سنه انا شغلهم كل اللي عم بيصير هلا الليجل بالبنوكي وبتعميم مصرف لبنان يعني بس لأ... لانه لانه البلد صار غابه فلتانه ما حدا بيقدر يطالون ما حدا هيدي حاله الانكار اللي عم يحكي عنها الدكتور انه وقت اللي بدنا نكون كلنا سوا عايشين بحاله انكار بدك تضطر تعمل تعاميل كل بنك كل بنك فاتح حسابه في بنك بيعطيك على اللبناني بيقول لك قد معك انت بحسابك 100 الف دولار إلك إيه حق تاخذ 7 ملايين بالشهر في بنك تاني بيكون معك 200 الف دولار بيعطيك بس 6 ملايين بالشهر في بنك عم يعطي بس 5 ملايين كل بنك فاتح حسابه ما في حدا عم بطبق القوانين ما في بنك عم بيطبق القوانين انت رجل مصرفي هل بتشوف انه البنوك اللبنانيه المصارف اللبنانيه حولت مصاري من اللبناني الى الدولار بمرحله ما بعد 17 تشرين وحولت هذه الاموال الى الخارج طبعا بناء ولي... على شو على كثير تسريبات اجت من سويسرا وانحكى فيهم ولجت رجت الرصا... الرقابه على المصارف مع كل سنت بسنت شو تحول لبرا باسامي مين من البنوك ومين من من الهيدا ولشو نحن ناطرين تدقيق الجنائي اذا ما بنعرف هودي كلهم ما بدك تدقيق جنائي كيف ما بدك؟ انا كنت بهيئه التحقيق الخاصه اللي هي الهيئه تابعه لمصر في لبنان بس هيئه مستقله الهيئه الوحيده بلبنان اللي ما في عليها سريه مصرفيه يلي يعني بيرأسها الحاكم بيرأسها الحاكم واللي فيها المدعي العام المالي عضي. صح اوكي أه هلا اي بس انه هيدي الهيئه مع ليش الرقابه على المصارف بي... ما هو نسالي الهيئه ونسال انه ما علينا سريه مصرفيه نحن لجنه الرقابه على المصارف كل اخر شهر بيجي رابور من البنوكي بقديش طلع وقديش فات من هذا البنك نعم. بعد س... كثير هيني ما بدك تديق جنائي بعد 17 تشرين تفضلوا يا كل البنوك ما تفضلوا ما أريد هني بيعطينهم بتفوت هي بتفوت على المصارف تعمل شغل شوي زياده عن اللي اللي عم يعملوه الشباب ده الله يعطيهم العافيه بنطلع كل التحويل اللي طلعت بعد 17 تشرين هدول هني ما بدك تديق جنائي انت بعد 17 تشرين كل واحد طلع لبرا بتفضل بتجيبه يرجع يرجع للمصريات يا سكر البنك تبعك انت بالقانون اللبناني مصرف لبنان له حق يسكر البنك مش قطعه قلم اللي بخالف هول القوانين في بنوك خالفت قوانين بتتسكر هلا بكره الصبح بتتسكر في ناس محوله مصاري في بس هيدا هيدا اقتصاد حر انت فيك تحول ايه بس ما انت بالق... مش مشكله قانون عظيم ما نحن لحظه ما انت عم تقول بدك استرداد الاموال المسروقه نعم ما انت بس تكون عم تحكيك ما بدك تحكي بس عن السياسيه اللي فاتوا خوفوا مدير البنك وجبروا يحولوا لهم مصرياتهم بدك تحكي عن صاحب البنك بدك تحكي عن المساهمين تبع البنك اللي استفادوا من مراكزهم وحولوا كم من مصرياتهم لبرا بس هودي لجنة الرقابة على المصارف تعرفهم طبعا ليش ما فاذا ليش عندنا مشكلة بعد بقصة نرد ال 15% و30 إن نكذب و 30% من الكابس لأنه عم على العالم مين عم على العالم استاذ زاهر؟ الدولة والنواب ولجنة الرقابة والحاكم الحاكم هلا بيقدر يحكي مع ليشت الرقابه على المصارف طلعوا لي الليستا بكل اللي حولوا لبرا بس اي قاضي بلبنان قادران يرفع دعاوى على هول السياسيه الكبار او هول الروس الكبار او المساهمين الكبار انه انتم حولتوا تعفوتوا على الحبس او رجعوا مصرياتكم برا فوتوا على الحبس اي قاضي بيسترجي يعملها انت عم تقول انه كنت بلجنه التحقيق الخاصه بمصرف لبنان هيئه التحقيق هيئه عفوا هيئه التحقيق الخاصه خي قطع شي مره تحت ايدك شي ملف قدرت وصلت فيه لمطرح طبعا وين هلا انا بطلت حالي في اليمين فيني احكيك اكبر مفضيحة بنك المدينه مصاير بلبنان ايه بنك المدينه بنك المدينه اشتغلنا عليه ثلاث سنين ونص وانا كنت واحد من اربع اشخاص عم بيشتغل بهذا الرابور مم. واخر سنه ونص صرنا بس اثنين موظفين بهيئه التحقيق مع الحاكم ومع نائب الحاكم دكتور محمد باسيل اللي هو كان رئيس الهيئه تبعيتنا نعم خلص الرابور طلعنا والحمد لله ردانا مصريات كل العالم اللي ببنك المدينه كل واحد رجع له كل مصرياته ايه الرابور النهائي بيجي اخر شيء انت كموظف عامل الرابور وتعبان فيه بدك تمضي نعم انا زلمه خلقان ببيت قانوني كل حياتي وشغلتي كومبلاينس رجعت عم بقرا الرابور اللي انا عامله بهذا الرابور مشطوب سبع اسامي انا مثل ما بقولوا بالمشبرح بس عيوني انا عم بشتغل عليه يعني مشطوب سبع اسامي؟ في سبع اسامي ناس سياسيه فايتين مورطين مع بنك المدينه سياسيه لبنانيه مشطوبين من الرابور مين شطبهم؟ اخر واحد اللي اللي قال لك تعال خذ امضي قبل ما يقدمه زميلك اللي انت وياه انتوا اللي بتعملوا رابور رئيسي والحاكم الرابور الحاكم بده يمضي عليه مش بس نحن عم بتقلي الحاكم شطب اسامي سياسيين مين؟ ما فيني اقول لك ليه؟ لانه ما. انا خسران بيي وخيي ماريو بيي وخيي بيي وقتها كان يحكي كلمه الحق روحوه أوف. انا بقول لك اللي صار واصلا على فكره هيدي رجعت انعرفت بعدين يعني اذا ما بدك تسالني لالي فيك تدق لاستاذ سعيد ميرزا كان مدعام تمييز وقتها ايه بنك المدينه لانه صار عملوا لينك بينه وبين اختيار رئيس الحريري مم. لان في مصاري كثير طلعت من البنوك اللبنانيه لاحد الضباط السوريه اللي كان حاكم بلبنان إجا سعيد ميرزا بالمعرفه بينه وبينه انه كان رفيق بي وكانوا مدعي عامين مثل بعض قال لي زاهر اسمك على الرابور بس ليش منك حاطط امضايتك قلت له لأنه عمو سعيد انا ما بمضي على شايلين منه سبع اسامي انا تعبان تعبان كل الليل والنهار راح تطلعون قال لي كيف صار قلت له تكرم عيونك الرابور الرئيسي الاصلي معي تفضل اعطيته اياه سعيد ميزه معه الاسامي معه الاسامي اللي شطبت من رابور بنك المدينه اللي بدي اوصلك له انه مشكلتي انا الشخصيه مع الحاكم مصرف لبنان ما عندي شيء شخصي مش انه بحبه او ما بحبه انا شاغل معه بمصرف لبنان سبع سنين ونص إيه؟ انا بعرف انه هيدا الشخص اكثريه الاغلاط اللي عملها بالقوانين او بتصرفاته من وراء كرسي اللي هي أه كرسي أه تري كرسي يعني ايه كرسي رئاسة الجمهورية جمهوريه شو يعني يعني كان يمرق لهم للسياسيه عندنا يعني بلبنان قصص ما بتمرق كان يسكت لهم على قصص ما بتمرق عندك مستندات ما بدها مستندات لا بدها مستندات أه هو عينه حك... على كرسي رئاسه الجمهوريه وأنا كان كمان. وانا ينوع... كمان انا كمان, ماشي ماشي أنا كمان. ماشي. 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 إيه إيه في ما فيك تقلي لا ماشي بس انا قصدي الغلطات اللي كان يعملها من وراء انه عم براضي السياسيه لحتى يجيبوني رئيس جمهوريه هذا اللي وصلنا لهون طبعا طبعا حاكم مصرف لبنان ما بيقدر يقول لا وقت ينطلب منه شيء الليجل بلا قصه أصل طيب. الدعم مثلا طيب. صحيح يا دكتور ولا لا؟ مصرف مصرف ليه ما كنا يدعم؟ عم نقول لا يا ماريو؟ سؤال ليه فعن. ما كنا عم نقول لا؟ مصرف مضطر مصرف لبنان مضطر يدعم الدعم وظيفته ولا وظيفه وزاره المال والحكومه؟ اكيد مش وظيفته بس ولكن هو الوحيد اللي كان معه الكاش قلت لك كلمه طلب منه سالتني اكيد طلب او ضغط او ماذا استعمل بين السياسيين ما بيعنيني انا جاي اشرح أوكي. شيء تقني وخليني طيب. وخلي مراخلاتي بالامور التقنيه اوكي بس انا متعجب بعد ما سالتني عن الهندسات الماليه اللي بيتهمونا فيها تفضل يا سيدي يعني مع انه في اسئله اسئله لا عديده لا لا لا, لا لانه بدهم يسالوك اكيد الناس عم تسال لا عن الهندسات الماليه لو لا انا لا مش عم بقدر اقراهم بعد ما استنفذ مصرف لبنان او الحاكم آه استجلاب الدولارات لتمويل عجز عجز الحكومه اللبنانيه 6 مليارات دولار سنه ورا سنه. نعم. استنبط شيء جديد قال لك لحتى اجيب دولارات اكثر على البلد قال اللي بيجيب مصاري مش موجوده بلبنان، دولارات مش موجوده بلبنان وبجمدها على خمس ست سنين نعم. يعني اللي بيجيب 100 مليون دولار بيعطيه 30 مليون دولار وبجمدها على خمس ست سنين ب 5%. طيب اذا اعطاك 30 مليون دولار على ست سنين شيء 5 6% بالمية. وبيعطيك عليهم فايده 5% بالمية. هيدا صرت عم تعمل 10 12% بالمية. فهجمنا كلنا في سبيل تكبير البنك نروح نجيب مودعين جداد واموال وسحبنا اموالنا عند المراسلين من برا نعم وسمير حمود قال باحد المقابلات قال هيدي كانت لعبه مننا نحن من مصرف لبنان لحتى نجبر المصارف ترجع اموالها من عند المراسلين أه. فجبنا اموالنا من عند المراسلين وجبنا ودائع جديده وحطيناها بعد ما حطينا هال100 مليون دولار بمصرف لبنان هال30 مليون دولار اللي اعطانا اياها سلف اللي بتعمل 5 6% بالمئة بالسنه نعم أه. بعد ما صاروا بجيبتوا المصاري قالنا ايه هودي ما فيكم ت... هودي ما فيكم تاخذون دولار حاعطيكم اياهم لبناني بعطيكم اياهم لبناني لا فيك تحولهم دولار ولا فيك توزعهم ارباح ولا فيك يعني احذق من شخص اسمه رياض سلامي ما في شكرا لكن في لا في كف... كف... شكرا بتعرف كم في هلا لبناني مليون لبناني رو. عم لك لا لا لا, لا 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 انا مش عم طبعي. طلع عم يدفع لنا فقط 5% م. ونحن اعطينا للمودع 12% نعم فمان علي وهودي اللي عطانا هن سلف قالنا هودي بتخلوهم لا بتحولوهم دولار ولا بتوزعوهم ارباح ولا بتعملوا في شيء بتخلوهم زينه يعني طرقنا الضرب معناتها وهلا هال 5 6% اللي كنا عم ناخذها سنويا حولنا نصها على الدولار نعم ف هيك فعلا الهندسه الماليه كانت مضره ولكن العالم ما بتفهمها هيدي هي وانا مستعد ناقش اي شخص بتفاصيلها شفتوا ليش يا دكتور؟ لك عندكم لك في, في دراسه المخاطر وانه في ما فيكم تحطوا يعني هالكابيتال الكبير فرد محل وتاخذوا ريسك كبير، هذا اللي فوت فوتوا فوت المودعين بالحيط حبيبي من هيك قلت لك طمع المصارف مم. وطمع المودعين الذين قبضوا ببعض الحالات 15% سنويا مزبوط. هو اللي فوتنا بالحيط وفوتهم هن بالحيط والخمسة ستة بالمية اللي كنا ناخذها بالدولار سنويا هلا قسمنا اياها نص دولار ونص لبناني، صرنا عم ناخذ ثلاثة بالمية بالدولار وعم ندفع للزبون 12 و15% فيعني اني واي طيب ان شاء الله تكون وضحت يعني و... المصارف وجمعية المصارف فيهم البركة كمان مش بس الحاكم هو الشرير الوحيد بالبلد لا انا لا بدي انا بستعجل كبير لا 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 مش انت مش انت انا عم بحكي أوكي. لانه انا اللي اكثر واحد هجمته هلا تفضل جمعيه المصاري بيشتغلوا على القطعه مع الحاكم وقت التعميم يكون بفيدهم مندافع عنه ومنعمله ادمي وشاطر وعارفين حاله شو عم يعمل وقت التعميم يكون بضرهم بيطلعوا على التلفزيونات وبيوقفوا بوجهه وما بطبقوا التعميم وبيوقفوا بوجهه للحاكم يعني عرفت شو قصدي بدي ارجع لسؤال نعم. لسؤال الناس <applause> دكتور <تصفيق> اذا آه اذا انا مودع عم بستفيد من ال 400 دولار كاش و400 على اللبناني وانا بذات الوقت مضطر اني حول مصاري لابني عم يدرس برا او 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 بعد فيني اعملها؟ اكيد من خارج سياق ال 400 دولار لانه التعميم ما ذكر انه التحويل للطلاب يعني تلغي ال 400 دولار ما ذكر انه اذا استفدت من ال 400 دولار تلغي لك حق ابنك الطالب في الخارج بضل فيني ابعث له قصته لانه لحد هلا الامور معسره لا مش معسره التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان بالتحويلات السنه الماضيه حولت المصارف 150 مليون دولار للطلاب بالخارج انا قالوا لي 242 يمكن جمعوا سنتين مع بعضهم اوكي فاذا فاذا ليش تحركات اهالي الطلاب هالقد بكل آه المناطق؟ هذا موضوع ثاني هيدا القانون اللي طلع المجلس النيابي نعم قال انه اي شخص معه 1500 دو... 1500 ليره في يفوت على مصرف ولو كان ما عنده حساب نعم ويطلب يحول لابنه 10000 دولار لبرا طب نحن هيدا الاستاذ ب... ام ال ما فينا نحول لزبون لشخص منه زبون عنا يعني قانونا ما فينا نحول ما نصير نفتح له حساب هل نفتح له حساب هل يا ترى يحق له فتح الحساب او لا يحق له فالقانون ما اخذ بعين الاعتبار التقنيات المصرفيه التي تتطلب التحويل الى الخارج أوكي. أصل... بينما بينما التحويل للطلاب الذين اهاليهم لديهم حسابات بالمصارف ما فيها مشكله ابدا مثل ما تفضلت تحول 242000 ب مليون دولار طيب اصبح بما يتعلق الطلاب الموضوع مأمن خارج اطار ال دولار كاش ولبناني. لا تلغي حق الطالب اذا ال... اذا مواطن لبناني عنده التزامات برا اجارات ضرائب لا هذه هذه دي... ما لها علاقه بالتعميم هذه كان عمال يعالجها قانون الكابيتال كنترول اوكي ولكن ما بعرف شو حيكون مصيره الكابيتال كنترول بعد ما الاي ام اف قال لهم يعني انه هيدا قانون مش كلاسيكي كما تصدر قوانين الكابيتال كنترول وبتمنى عليك ما تفوت فيه انت حر لا, لا. لانه معقد كثير اوكي عندي نق عندي نقطتين وكل صغار وكل جمعه بيطلع فيرجن جديد باكور. وكانه معمول للشعبويه لارضاء هيدا اللي شاري شقه هونيك وهيدا اللي بده قصص دكتور نقطة لأنه تتعلق مباشرة بالتعميم إذا كان إذا صدر الكابيتال كنترول نعم ومثل ما شايفين نحن بالقانون ما في دفع بالدولار والقانون اقوى من التعميم شو رح تعملوا لا لا, لا ما بيتعارض واحد ما بيلغي الثاني بلا لا 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 هيدا تعميم مستقل عن ما قد يصدر بالكابيتال كنترول بس بالكابيتال كنترول بيقول يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون إيه بس لا لا يتعارض مع احكام هذا القانون كيف لا الكابيتال كنترول عم بيقول لك المصاري تدفع من البلوكي باللبناني ما في دولار انتم عم تدفعوا دولار لا لا. قد يكون اضافه الى التعميم يعني اضافه الى ما يشمله التعميم بيطلع الكادون الكابيتال كنترول بيقول لك بدك تدفع باللبناني 20 مليون او 10 او 12 او اللي هي م. لانه ما بيتعارضوا مع بعضهم ابدا ابدا ما بيتعارضوا مع بعض طيب بما تبقى لي من وقت لانه خلص طارت طار الوقت زاهر استاذ زاهر نحن اه, المصارف كانت عم تشكي انه نحن عندنا مشكله مع البنوك المراسله وتكوينة السيولة 3% عزبتنا طيب اليوم المطالبة المصارف بأنها تجيب نص المبلغ من برا من البنوك المراسلة ليش فجأة بطل في مشكل بهذا الموضوع يعني ليش ليش فجأة أنه البنوك المراسلة رح تصير أرحم وقت اللي أنت عم تسحب من منا مليار ومئتين مليون دولار من برا انت انت قانونيا مصرياتك اللي انت حاططهم برا فيك تسحبهم ايمتى ما بدك بس انت عم تحكي بمنطق على اساس انه البنوك كلها تايدت بالتعميم ورجعت 3% بالمية. هيك قال الدكتور؟ انا ما هيك المعلومات اللي عندي والحاكم جبر المصارف تعطي ال 400 دولار هول الفريش كاش من ال 3% اللي انتم رجعتوهم من الهيدا اي اي طيب في الماده في ماده كثير بتضحك لازم اقول لك اياها قبل ما نخلص الحديث سوري يعني مش انا اللي المادة الثانية بالمادة الثانية ثانيا لا يستفيد صاحب حساب من احكام القرار كذا 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 ال 154 و بتاريخ هذا ولم يقم بإعادة النسبة المطلوبة على أن لا يمس بالموجب الملقى على عاتق المصرف المعني بحث عملية إعادة النسبة المطلوبة من الأموال المحولة للخارج ليش اللي حول مئات الملايين لبرا فرقاني معه يستفيد ب 400 دولار ما بيرجعون وما بيستفيد من التعميم يعني في قصص حتى الاشخاص ت... اللي حولوا ما فوق ال 500 الف دولار اخر همه يقبض ال 400 دولار بالشهر لما. ما بدي رجع مصرياتي من برا وما بدي استفيد من هذا التعميم في قصص بتضحك بهذا التعميم عيب صياغته غلط في قصص بتعارض بعضها شيء شيء قلت لك ماريو انا ما بدي احكي سياسي ما بدي احكي شعبويه هيدا التعميم مم. هو تمريق وقت لتخلص ولايته للحاكم وهذا التعميم هو تسكيت للعالم المعترين اللي هلا حسوا حالهم انه نحن استفدنا من تعميم صار معنا كاش بين ايدينا، قد ايه بده يضاين هذا التعميم؟ قد ايه بده يضاين العالم؟ بطر. هو معمول لخمس سنين اوكي محطه المبالغ لاول سنه ثاني سنه اذا كانت الوضع احسن ممكن تكون 500 بدل 400 واذا كانت اسوء ممكن تكون 200 300 طيب ولكن 400 ب 400 لاول سنه والمصارف عندها السيول الكافية أنه كثير عم يشككوا فيها أنا بأكد للجميع أنه الجميع سوف يستلم هذا المبلغ إذا كان عنده 10000 أو 100 مليون إلى نهاية السنة يعني السنة أموالها موجودة طيب. نصها من مصرف لبنان لأنه نزل 1% ونصها من المصارف وسوف تكلف حوالي 3 مليار دولار اول سنه <تصفيق> <تصفيق> اخر نقطه اخر نقطه اللي مربوطه كمان بالكابيتال كنترول الكابيتال كنترول بيقول لك انه القانون اللي بده يصدر على سنه واحده وبالتالي انتم وبانه القانون يفوق من الناحيه التنفيذيه لا يتعارضوا مع بعض دكتور هيدي طريقه يا حبيبي هيدي طريقه سحب ودائع وهيدي طريقه عدم خروج كابيتال من البلد مش مختلفين بس هون عم يعني بيقول لك بقانون الكابيتال كنترول انه انت انه هيدا القانون على سنه إيه؟ يعني انت مضطر تلتزم على سنه بعد السنه يمكن يطرا شيء ثاني يمكن ينعمل تعديل للقانون وبالتالي انت تبطل قادر تدفع استاذ ماريو لا يطلع القانون لا يطلع القانون بنحكي آه، فيه يعني ما فينا نحكي بترجيحات طيب لانه ما بنعرف النص كيف حيطلع في اسئله كثيره بس للاسف الوقت انتهى قد يعني نضطر الى الى حلقه ثانيه تعالج المزيد من السؤالات اللي اجونا على ال... على السوشيال ميديا وبعرف انه في اسئله كثيره ما قدرت اجاوب عليها وفي اسئله ما قدرنا نطرحها بركي اذا الله يريد حلقه تانية يكون لها علاقه بهذا الموضوع بين التعميم وبين الكابيتال كنترول اللقاء الاحد المقبل تصبحوا على خير